دي كانت أخبارنا السريعة، نروح نشوف مع حضراتكم ما قالته الصحف العالمية في المحترف. يلا نروح على اسبانيا يعني صحيفه ماركا الاسبانيه اللي ركزت على فوز الريال على اتلتيكو بلباو بنتيجه 2-0 بالدوري، وكتبت احياء لسه عايشين. كمان الصحيفه اهتمت بهاتريك طبعا هالاند في مرمى وولفهامبتون في الدوري الانجليزي. كمان الصحيفه اهتمت بفوز برشلونه 1-0 على ختافي وتعزيز صدارته للدوري الاسباني. لسه في اسبانيا مع جريده سبورت الاسبانيه اللي ركزت على كمان فوز برشلونه على ختافي، وكتبت برشلونه يواصل تقدمه بفوز صعب. الصحيفه اهتمت بفوز ريال مدريد على اتلتيكو بلباو 2-0، وكتبت بنزيما يمنح ريال مدريد الاجنحه. اهتمت الصحيفه كمان بقضيه البرازيلي داني الفيش، وكتبت الفيش الكاميرات تشكك في روايته. نروح لانجلترا، ذا صن الانجليزيه اللي ركزت على فوز الارسنال على المان يونايتد بنتيجه 3-2 وتعزيز الصداره للدوري الانجليزي، وكتبت ارتيتا يشيد بفريقه الذي ارسل اشارات قويه للفوز بالدوري الانجليزي. الصحيفه اهتمت كمان بفرانك لامبارد مدرب ايفرتون، وكتبت لامبارد في ازمه، والحقيقه لسه من دقائق صغيره تم اقاله لامبارد من الإدارة الفنية لفريق إيفرتون لسوء النتائج، وتوقعات الصحيفة كانت في محلها وتم إقالة لامبارد مع إيفرتون لسوء النتائج واحتلال يمكن إيفرتون يمكن مركز قبل الأخير في طبعا جدول ترتيب البريمير ليج. طيب نروح لفرنسا، ليكيب الفرنسية ركزت على تأهل لاس للدور القادم من كأس فرنسا بعد الفوز على استاد بريست، وكتبت لاس قوي. اهتمت كمان بمباراة باريس سان جيرمان وبليس ديج، وكتبت يعني حفل ليلة الاثنين. من فرنسا نروح لإيطاليا نشوف كمان الصحف الإيطالية وعلى رأسها لاجازيتا ديل سبورت، كتبت على تعادل اليوفنتوس وأتلانتا 3-3، وكتبت غضب اليوفنتوس، يوفنتوس من يقاتل في الملعب وفي المحاكم. الصحيفة كمان اهتمت بالمدافع كريستينزن قائد انتر ميلان، وكتبت القائد يهرب. الحقيقة يعني في مشاكل كتيرة جدا جدا هنناقشها كمان مع ضيفنا النهاردة آسر على موضوع اليوفنتوس وخصم 15 نقطة من رصيده في التلاعب و يعني اليوفنتوس الحقيقة مصدر إزعاج للكرة الإيطالية. توتو سبورت الإيطالية اهتمت بتعادل يوفنتوس مع أتلانتا 3-3، وكتبت يوفنتوس لا يموت أبدا، الفريق أظهر ردة فعل واللاعبون يقاتلون ضد أتلانتا. الحقيقة دي كانت أخبار الصحف العالمية.